بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبة دراسات العليا، طلبة الماجستير في قسم الإنتاج الحيواني. اليوم راح نتكلم عن بالمحاضرة الثانية لمادة التربية وتحسين الحيوان. نبدي من السؤال رقم وين حيث انتهينا بسؤال رقم 11، اللي هو يقول ما الفرق بين التحسين الوراثي والتحسين البيئي. عندنا جدول هنا يبين ثلاث نقاط للفرق بين التحسين الوراثي والتحسين البيئي. النقطة الأولى أن التحسين الوراثي هو غير محدود بينما التحسين البيئي محدود. النقطة الثانية طويل الأمد، يعني يحتاج وقت طويل، بينما في التحسين البيئي ما نحتاج إلى وقت طويل. والنقطة الثالثة أنه زهيد الكلفة رخيص، بينما في التحسين البيئي يكون باهظ الكلفة ومكلف أكثر من التحسين الوراثي. هسه إذا جينا نعرف شنو يعني غير محدود بالنسبة للتحسين الوراثي ويكون محدود بالنسبة للتحسين البيئي، اللي هو سؤال رقم 12، لماذا التحسين الوراثي غير محدود؟ الإجابة مالته أنه لتناوب التربية الداخلية والخارجية. تناوب التربية الداخلية والخارجية ليش؟ لأن التربية الخارجية تضيف لجينات جديدة وبالتالي تؤدي إلى زيادة التباين الوراثي في القطيع، ما يفتح مجال للانتخاب والتحسين باستمرار. هذا العملية راح تكون متناوبة ومستمرة، وممكن زيادتها جيل بعد جيل، سنة بعد سنة، فترة بعد فترة. بينما بالتحسين البيئي لا، ما أقدر هالشيء، هذا ما أقدر أحسن بيئيا أكثر من حدود معينة، أنه أوفر بيئة ملائمة إلى من خلال توفر التغذية المناسبة، الرعاية البيطرية، الرعاية الصحية، المساكن، غيرها من الأمور البيئية لا أقدر أزيدها، وهذا شنو تأثيرها على الحيوان؟ راح يكون ثابت ومحدود. بينما هنا لا أقدر أتحكم بها، أعمل أنه يكون غير محدود، ما أجيب كل ما أضيف جينات جديدة من خلال التضريب مع سلالات جديدة، أدخل جينات جديدة وأبدي في مرحلة أخرى أدخل جينات جديدة، وهكذا إلى يكون غير محدود وبنفس الوقت غير مكلف زهيد الكلفة، ما أحتاج تكلفة. بينما هنا لا، يكون باهظ الكلفة، أنه أحتاج إلى توفير إمكانات أكثر من مما في التحسين الوراثي. فهذا الفرق بين التحسين الوراثي والتحسين البيئي، وأيضا لماذا التحسين الوراثي غير محدود. عندنا جدول في السؤال رقم 13، ما الفرق بين التربية الداخلية الانبريدينج والتربية الخارجية الاوت بريدينج؟ هناك طبعا فروق واضحة بين التربيتين الداخلية والخارجية، لخصناها بست نقاط. التربية الداخلية في النقطة الأولى أنه تزيد من التجانس في القطيع، بينما التربية الخارجية تعمل على زيادة التباين في القطيع. يعني شنو؟ يعني تزيد التجانس، بما أنه التربية الداخلية أنه أضرب أفراد بيناتهم صلة قرابة بالنسبة للتربية الداخلية، إذن راح يعمل لي على زيادة التجانس. بينما بالتربية الخارجية أضرب بين أفراد أو أزاوج بين أفراد لا توجد بيناتهم صلة قرابة، هذا من سلالة وهذا من سلالة أخرى، بالتالي يزيد عندي التباين في القطيع، مما يضيف لي جينات جديدة على القطيع. فهذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن نحصل منها على خطوط نقية، لاحظ الفرق، بينما نحصل منها على سلالات جديدة. إذا من أين تأتي السلالات؟ إذا جاك سؤال من أين تأتي السلالات؟ بالتربية الخارجية. ومن أين نحصل على الخطوط النقية؟ نحصل عليها من التربية الداخلية. إذا الفرق بين الخطوط والسلالات أن الخطوط تكون داخل القطيع أو داخل السلالة الواحدة باستخدام التربية الداخلية، بينما السلالة هي تتكون من تضريب أكثر من سلالة وين سلالتين أو أكثر حتى نحصل على سلالات جديدة. فهذا الفرق بين السلالات والخطوط النقية، هذه ناتجة عن التربية الداخلية وهذه ناتجة عن التربية الخارجية. النقطة الأخرى الثالثة، تؤدي التربية الداخلية إلى حدوث ظاهرة التدهور بالصفات، بينما لا تؤدي التربية الخارجية إلى حدوث التدهور بالصفات. وراح نجي نشرحها بالسؤال رقم 14، شنو يعني التربية الداخلية تؤدي إلى تدهور الصفات، وخلي نجاوب عليها وبعدين نرجع لبقية النقاط اللي هو سؤال 14. تحدث ظاهرة التدهور إثر اتباع التربية الداخلية بسبب التقاء العوامل الوراثية المتنحية غير مرغوب فيها عادة. أغلب الصفات الغير مرغوب فيها عادة تكون عواملها الوراثية أو جيناتها هي متنحية، تكون عواملها متنحية تلتقي مع بعضها البعض، مثل سمول اي مع سمول اي او سمول بي مع سمول بي، وبالتالي تظهر عندي الصفات غير
المرغوبة؟ هذا السؤال رقم 14. نقطة أخرى أنها لا تؤدي إلى ظهور قوة الهجين، بينما التربية الخارج عفوا التربية الداخلية لا تؤدي إلى ظهور قوة الهجين، والتربية الخارجية تؤدي إلى ظهور قوة الهجين. قوة الهجين هو تفوق الأبناء على الأبوين أو على أحد الأبوين في صفة معينة أو في عامل معين. فبالتربية الداخلية ما تظهر عندي قوة هجين، لأن هي ما دام السلالة تتزاوج مع بعضها البعض ضمن تربية داخلية، جيناتها محددة ومعروفة ومعلومة، فما يظهر عندي قوة هجين، وما تتفوق الأبناء على أبائها إلا بشيء قليل ما أقدر أسميه قوة هجين. لكن في حال التربية الخارجية من أضرب سلالات متميزة مع سلالات محلية مثلا، راح تظهر عندي أثر السلالة القوية وراح تكون عندي هناك قوة هجين. تقلل من تقديرات المكافئ الوراثي بالنسبة للتربية الداخلية، بينما هنا التربية الخارجية تزيد من تقديرات المكافئ الوراثي. هذه شلون أقدر أحسبها؟ نقدر نوضحها أنه من خلال تعريف المكافئ الوراثي اللي هو، أو من خلال قانون المكافئ الوراثي اللي هو مثل ما نعرف H تربيع يساوي لي سيجما تربيع G على سيجما تربيع B، يعني تباين الوراثي نعرف به على التباين الكلي، هذا المكافئ الوراثي. إذا من خلال هذا القانون مالته نقدر نفسر هذه النقطة أنه هسه هي النقطة شنو كانت؟ خلينا نرجع لها، أنه تقلل من تقديرات المكافئ الوراثي بالنسبة للتربية الداخلية، بينما تزيد من تقديرات المكافئ الوراثي بالنسبة للتربية الخارجية. بالتربية الداخلية اللي يصير شنو من قلنا احنا؟ يزداد التجانس، يزداد التجانس عكس التباين. يعني إذا ازداد التجانس راح يقل عندي شنو؟ يقل عندي التباين. فإذا قل التباين اللي هو الوراثي هنا، إذا قل عندي انخفض بنفس الوقت، شراح ينخفض عندي المكافئ الوراثي. ليش؟ لأن العلاقة بين الهيرتابيليتي والسيجما تربيع جي هنا علاقة شنو؟ طردية مع عكسية، هي علاقة طردية. بزيادة هذا يزيد هذا، وبانخفاض هذا ينخفض هذا. فقلنا بالتربية الداخلية يزداد التجانس، ما يعني شنو؟ يقل التباين الوراثي. زيادة التجانس معناتها يقل التباين الوراثي، إذن ينخفض السيجما تربيع جي، وبالتالي ينخفض السيجما ينخفض الهيرتابيليتي أو الإيش تربيع اللي هو المكافئ الوراثي. بالعكس بنقول بالتربية الخارجية أيضا يزداد المكافئ الوراثي. ليش يزداد المكافئ الوراثي؟ لزيادة التباين الوراثي. قلنا احنا عكس التجانس هو التباين، فالتباين الوراثي يزداد باستخدام التربية الخارجية، وبالتالي أيضا راح يزداد عندي هنا المكافئ الوراثي. إذن وحدة عكس الثانية، مكافئ الوراثي يرتفع في التربية الخارجية وينخفض باستخدام التربية الداخلية. فهذا تفسير أنه كيف التربية الداخلية تقلل لي من تقديرات المكافئ الوراثي، بينما الخارجية تزيد من هذه التقديرات. نقطة الأخيرة أنها تعطيني فرصة العوامل المتنحية من إظهار تأثيرها بالتربية الداخلية، مثل ما قلنا التقاء small a مع small a أو b مع b. هنا لا تعطي فرصة العوامل المتنحية من إظهار تأثيرها. لو ننتقل للسؤال رقم 15، يقول لماذا التربية الخارجية تزيد من تقديرات المكافئ؟ تكلمنا عنها طبعا، هذا السؤال جاوبنا عليه قبل شوية. سؤال 16، ماذا نعني بقوة الهجين أو الهيتروسيس؟ الهيتروسيس مصطلح القوة الهجين هو الهيتروسيس أو الهايبريد فيجر، الحالتين صحيحة. جوابه، قوة الهجين هو عبارة عن تفوق الفرد الناتج من تضريب تركيبين وراثيين مختلفين. شوف، تركيبين وراثيين مختلفين، يعني كل واحد من سلالة تركيبين وراثيين مختلفين على أحد أو كلا الأبوين. أما على كلا الأبوين، الأب والأم، أو لا على أحد الأبوين، أما على الأب أو على الأم تعتبر قوة هجين. لذلك فهو على نوعين، نظرية وحقيقية. علما بأن قوة الهجين تقاس كنسبة مئوية، أي أنها خالية من الوحدات، فقط نسبة مئوية ما بها وحدات. عادة الصفات اللي يكون تأثرها بالبيئة قليل، فإن قوة الهجين فيها تكون عالية، أي التفوق على كل الأبوين اللي شنو تأثرها بالبيئة قليل. إذن كل ما يزداد تأثر الصفة بالوراثة أكثر، كل ما يكون عندي قوة هجين أعلى، كل ما يكون عندي قوة هذه تخليها على بالك.
يمكن تقدير قوة الهجين من هاي المعادلة. متوسط النسل ناقص متوسط الأبوين على متوسط الأبوين في 100، هذا قانون حساب قوة الهجين. نأخذ مثال عليها، تم تلقيح إناث عواسي معدل وزن ميلادها 3 كيلوغرام، يعني وزن الميلاد بها 3 كيلوغرام في العواسي، بينما ذكور السفولك، طبعا لقحنا العواسي مع ذكور السفولك، سلالة السفولك اللي معدل وزن ميلادها 4 كيلوغرام، 4 كيلوغرام وهنا كان 3، كان معدل وزن النسل الناتج من التلقيح اللي هو مضرب السفولك، من أقول مضرب السفولك يعني من ضربة السفولك مع العواسي. لماذا لم أقل مضرب العواسي سميته مضرب السفولك؟ لماذا لم أقل مضرب العواسي وقلت مضرب السفولك؟ لأن هنا إذا ننتبه هنا أناث عواسي ذكور سفولك، إذن المضرب دائما يسمى على الذكور. منين جت الذكور؟ من العواسي لو من السفولك؟ جت من السفولك، أنا سميتها مضرب السفولك. لو كانت الأناث سفولك والذكور عواسي كان سميتها مضرب العواسي. زين، فمعدل وزن النسل الناتج من التلقيح هو 3.8، لأن تجمع معدل وزن النسل الناتج من التلقيح مضرب السفولك هو 3.8 كيلوغرام، احسب قوة الهجين. متوسط الأبوين راح أخذه اللي هو أجمع 3 زائد 4 وقسم على 2 راح يكون 3.5 كيلوغرام ناتج من معدل الأبوين. متوسط النسل عندي 3.8، متوسط الأبوين أصبح عندي، أقدر أحسب قوة الهجين اللي هو متوسط النسل ناقص متوسط الأبوين على متوسط الأبوين في 100. 3.8 ناقص 3.5 على 3.5 في 100 يطلع عندي 8.57%، هذه قوة الهجين لهذا الهجين الناتج من تضريب أناث عواسي مع ذكور السفولك. قوة الهجين دائما تكون موجبة ولا تكون سالبة، إذا كانت سالبة فهي ليست قوة هجين، فهي ليست قوة هجين وإنما هي تأثير جينات تجمعية additive، تأثير جينات تجمعية additive، هذه تخليها ببالك. زين، سؤال 17، لماذا يلجأ المربين في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية مثل العراق إلى تدريج الماشية المحلية اللي عندهم بماشية الحليب الأصلية المتخصصة؟ الجواب أنه يتم اللجوء إلى التدريج اللي هو grading في تلك المناطق كون الحيوانات المحلية، يعني هاي لهذه الأسباب، أولا ذات إنتاجية منخفضة، إنتاجيتها منخفضة بالبداية، هذا أحد الأسباب الرئيسية. اثنين، عمر عند الولادة الأولى متأخر، يعني عمر الحيوانات عند ما سرعتها وأول ولادة يكون متأخر، مكان ما سنة وثمان تشهر في بعض السلالات توصل إلى سنتين ونص أو ثلاث سنين حتى تكون عندها ولادة أولى. وبالتالي إذا هذا ايش راح يوديني لما يكون العمر عند الولادة الأولى متأخر، أنه مدى الجيل طويل بها، مدى الجيل طويل. إذا كان مدى الجيل طويل إذن التحسين عن طريق الانتخاب غير مجدي، التحسين عن طريق الانتخاب غير مجدي أو بطيء. ليش هسه راح نلجأ للتدريج؟ إذن يتم تضريبها بحيوانات متخصصة ولها القابلية على التكيف للظروف البيئية المحلية، هذا شرط أنه تكون لها القابلية على التكيف للظروف البيئية المحلية. أما هن نجيب حيوانات ذات إنتاجية عالية لكن لا تستطيع التكيف مع الظروف البيئية فهذا خطأ، ولن يحصل عندي أي تحسين وراثي. هذا إذا بقيت أصلا حية هي وما قدرت وما قدرت إذا ما قدرت تتحمل الظروف القاسية اللي ما متعودة عليها وهلكت. إذن لها القابلية على التكيف للظروف البيئية المحلية للإسراع في عملية التحسين. ليش؟ لأن الحيوانات المتخصصة عكس الحيوانات المحلية اللي عندنا ذات مدى جيل أقصر، إنتاجيتها عالية، ولذلك نستمر في التدريج حتى الوصول إلى أفضل نسبة دم من ناحية الإنتاجية وكذلك المقاومة للأمراض. هذا هو جواب ليش نلجأ للتدريج مع ماشية الحليب الأصلية المتخصصة. هسه احنا حكينا على مدى الجيل، فماذا نقصد بمدى الجيل؟ مدى الجيل هو معدل عمر الآباء عند إنتاجية أبنائهم، معدل عمر الآباء عند إنتاجية أبنائهم. يعني شنو؟ يعني الآباء اللي هي مثلا خلينا نجيب الأبقار مثلا، عد ما تتزاوج وتصير عندها ولادة، وهاي الولادات اللي عندها أيضا تكبر وتتزاوج ويكون عندها ايضا ولاده ابناء، فذيك اللحظه وبالتاريخ اللي صار عند ابنائها ولاده احسب ايش قد صار عمر الاباء، هذا اسميه مدى الجيل، اسميه مدى الجيل. لذلك اقول معدل عمر الاباء عند انتاجيه ابنائهم، عند انتاجيه ابنائهم.
بالأبقار هو بحدود 5 سنوات كمعدل عام، بالأغنام أو الماعز بحدود 3 إلى 3.5 سنة، وبالدجاج هو سنة تقريبا. فنلاحظ أن التحسين اللي حصل بالطيور الداجنة إذا قلنا هنا سنة بينما هنا 5 سنوات هو أسرع مما هو عليه مقارنة بالمشترات. السبب في ذلك هو قصر مدة الجيل بالدجاج، فضلا عن أسباب أخرى تتمثل بقوة الهجين وكثرة المشاهدات وتجانسها. كثرة المشاهدات وتجانسها. هسه اكو عندي مصطلح يعني اللي هم الكروس والجرايدنج، الخلط والتدريج. الكروس خلط والتدريج الجرايدنج، ماذا نعني بهما كلاهما؟ الخلط هو، لاحظ هاي كلش مهمة، التضريب بين سلالتين او تركيبين وراثيين مختلفين. اذا الخلط اضرب بين سلالتين او ازاوج بين سلالتين او تركيبين وراثيين مختلفين. ليش؟ حتى احسن صفة، لغرض تحسين صفة او اكثر، عن طريق استغلال قوة الهجين، عن طريق استغلال قوة الهجين. هذا الخلط. اجل التدريج، ما هو التدريج؟ التدريج يعقب الخلط، يعني يأتي بعد الخلط. بعد ما نحصل على افراد الجيل الاول الاف 1 من الخلط، نستعمل افراد هذا الجيل في تضريبها مع احد الابوين او مع سلالة جديدة. اذا التدريج متى اجري التدريج؟ ما اجي ادرج مباشرة، وانما استخدم الكروس، استخدم الخلط اللي هو ضرب مع سلالات أجنبية أو تركيب وراث، تركيبين وراثيين مختلفين حتى أحسن صفة معينة. بعدين أجل التدريج اللي هو يعقب الخلط، بعد ما أحصل أفراد الجيل الأول F1 أستعمل أفراد هذا الجيل أضربها أما مع أحد الأبوين، أما مع أحد الأبوين أو مع سلالة جديدة حتى أوصل إلى أفضل نسبة دم، وأتجنب بنفس الوقت تضريب أفراد الجيل الأول. يعني أفراد الجيل الأول اتجنب او اتحاشى انه اضربها مع بعضها حتى اتلافى حصول ظاهرة الانعزال او segregation، اتلافى حصول ظاهرة الانعزال او segregation. هذا ما يخص سؤال 19. سؤال 20 يقول: اهمية تطبيق استراتيجية الاستبعاد والاستبدال في قطعان التربية. عندي الكولينج او والاستبدال اللي هو الريبليسمنت. الكولينج استبعاد والاستبدال هو الريبليسمنت. شلون اطبقهم؟ هذا الموضوع يدخل ضمن استراتيجيات التحسين الوراثي. استبعاد يتم لاسباب، بعض افراد القطيع يصير عندي مريض بسبب المرض، او يصير عنده مشاكل تناسليه سبب الثاني، او السبب الثالث انخفاض انتاجيته، السبب الرابع التقدم بالعمر. هاي الاسباب كلها تخليني استبعد هيك انواع من الحيوانات. ليش؟ لان بقاه بالقطيع يعمل لي على شنو؟ انه يخفض لي من انتاجيه القطيع بصوره عامه ويكون غير اقتصادي. فحتى ارفع من متوسط انتاجيه القطيع يجب ان استبعد هيجي نوعيه من الحيوانات. هسه ايش قد استبعد؟ استبعد ما مقداره 20% من القطيع كل سنه. استبعد ما مقداره 20% من القطيع كل سنه. يتم استبدال الحيوانات المستبعده بحيوانات من نفس القطيع. لما استبعد 20% اللي هي لهذه الاسباب، مرض، مشاكل تناسليه، انخفاض انتاج، تقدم بالعمر، احسب انه استبعد من عندهم 20% اللي يعانون من هذه المشاكل، واستبدلهم، اجيب 20% اخرى بحيوانات اما من نفس القطيع عندي صغيره بالعمر واضيفها، او لا، او اجيب من خارج القطيع. وهذا طبعا ما يفضل المربي، دائما يحب انه يكون عنده القطيع ومعلومات عن القطيع، فما يعرف هذا القطيع اللي راح يدخله على القطيع مالته او يجيبه من الخارج هل هو متميز، هل هو ذو صفات جيده. لذلك يفضل انه يكون الاستبدال من نفس القطيع. فدائما الاستبعاد مثل ما قلنا يكون انه استبعد 20% من القطيع كل سنه. ولذلك من اقول لك متى يتم تغيير القطيع كاملا خلال اي ايش قد الفتره؟ راح تكون الفتره اذا كل سنه استبعد 20%، اذا كم سنه احتاج حتى يستبدل كامل القطيع؟ احتاج الى 5 سنوات. السنه الاولى 20%، السنه الثانيه 20% يصير 40%، السنه الثالثه 20% يصير 60%، وهكذا 80% و100% بالسنه الخامسه اكون تغير عندي القطيع خلال 5 سنوات نتيجه الاستبدال اللي هي بالنسبه المعتمده اللي هي 20%. هذا ما يخص سؤال 20. سؤال 21 يقول: ماذا نعني بتكرار الجين وما هي العوامل المؤثرة فيه؟ تكرار الجين المعلوم عندي كتعريف اللي هو جين فريكوينسي،
هو نسبة تكرار جين معين، نسبة تكرار جين معين في موقع ما على الكروموسوم، وموقع الجين على الكروموسوم أسميه لوكس، إيش قد عندي هذا جين معين؟ إيش قد يتكرر بالنسبة للأفراد اللي حاملين لهذا الجين؟ إيش قد أعدادهم بالنسبة للقطيع؟ أسميه نسبة تكرار الجين. أهم العوامل المؤثرة فيه طبعاً إحنا نعرفها، هي أكو عوامل منتظمة وعوامل غير منتظمة. العوامل المنتظمة الميوتيشن الطفرة، والمايجريشن الهجرة، والسيلكشن الانتخاب. أهم ذن الثلاثة الطفرة والهجرة هو الانتخاب، راح نحكي ليش الانتخاب أهم من الطفرة والهجرة. هذه العوامل المنتظمة. العوامل غير منتظمة عامل واحد اللي هي الصدفة أو التشانس. فشو أقصد بالصدفة؟ تركيب الوراثي مثلا كابتل اي كابتل اي دائما ينطيني اي، تركيب الوراثي سمول اي سمول اي دائما ايش ينطيني؟ بكل الاحوال ينطيني سمول اي. شو وقت تجيني الصدفه او تحضر الصدفه؟ عندما يكون التركيب الوراثي كابتل اي سمول اي، فقد نحصل على كابتل اي بالصدفه او سمول اي ايضا بالصدفه، وهذا يعتمد على الصدفه. فاذا فقط تدخل الصدفه عندما يكون عندي التركيب الوراثي هو كابتل اي سمول اي، يعني هجين او غير متشابه. لكن في حاله كابيتال اي وسمول اي هو لا تحضر الصدفه، هنا بكل الاحوال راح ينطيني سمول اي، ما احتاج انه اتاثر بالصدفه. فهذا معنى الصدفه. زين، سؤال 22، ماذا نعني بالطفره؟ ماذا نعني بالطفره؟ اسبابها، لماذا هي غير مرغوبه لدى المربين، وكيف تؤثر على تكرار الجين؟ جواب هذا السؤال، تعريف الطفرة هي تغير أكيد في المادة الوراثية، تغير أكيد في المادة الوراثية. شلون تنتج؟ تنتج لي بعدة أسباب، أما تعرض لمبيدات كيميائية أو مواد كيميائية أو إشعاعات أو تطرف في درجات الحرارة. يعني شنو تطرف في درجات الحرارة؟ يعني تطرف في درجات، أما ارتفاع عالي في درجات الحرارة 60-70 درجة مئوية يصير درجة الحرارة، أو لا انخفاض عالي أيضا في درجات الحرارة تحت الصفر 10-15-20، هذا أسميه التطرف في درجات الحرارة. أي عوامل مجهدة أخرى ممكن تؤدي للطفرة. هسه ليش هي غير مرغوبة لدى المربين في أغلب الأحيان؟ لأن الكائنات الحية مع مرور الزمن هي في حالة توازن مع البيئة، بدون طفرة، وأي تغير في المادة الوراثية ايش راح يسوي؟ راح يخلي في هذا التوازن، راح يسوي له خلل في هذا التوازن، وبالتالي فإنها تحصل وين؟ عادة تحصل في الجينات المتنحية، وهي يعني راح تظهر عندي جينات متنحية وهي غير مرغوب فيها عادة. لذلك المربي نشوفه ما يفضل وجود الطفرة في القطيع مالته، ويفضل بقاها على اتزانها مع البيئة. هناك بعض الأمثلة لكن هي نادرة اللي يكون فيها الطفرة مرغوبة، مثل انعدام القرون في أغنام المارينو. تصير طفرة في أغنام المارينو، يطلع الحيوان بدون قرون، وهذا مرغوب عند المربي، أحسن ما يروح يمارس عملية قص القرون تكلفه وتأخذ وقت من عنده وجهد. فإذا صارت هذه الطفرة في القطيع مالته وطلعت حيواناته بدون قرون، هذه تكون مرغوبة، هذه نادر ما تصير. الطفرة تؤثر في تكرار الجين كما عندنا هسه من هذا المثال او هذه المعادلات، هذه طبعا للاطلاع شوفوها انتم بس كاستنتاج، مطلوب من عندكم تقروها بس تشوفوها انه البي هو احتمالية الجينات السائدة، والكيو للجينات المتنحية، وهكذا. هذه ما مطلوبة من عندك. ماذا نعني بالهجرة وكيف تؤثر في تكرار الجين أو المايجريشن؟ الهجرة طبعا نأخذ بس تعريفها، هجرة مجموعة من الحيوانات من منطقة إلى أخرى وتزاوجها. يعني تجي مثلا من تركيا للعراق، مثلا من إيران للعراق، من العراق إلى إيران، وهكذا أسميها هجرة. تزاوجها مع حيوانات المنطقة المهاجر إليها. أي تغير في تكرار الجين بسبب الهجرة يعتمد على نسبة الحيوانات المهاجرة قد أعدادها كانت، وأيضا التغير في التكرار بين المهاجرة والأصلي. وهذه معادلات للاطلاع تقدر تطلع عليها وتشوف الفرق شون يأثر لي في بالنسبة للهجرة لي بيأثر في تكرار الجين. هذا مثال يعني تقرأ واضح، هو شون تحسب تكرار الجين للكابتل أي وسمول أي، وشون تستخرج التوزيع الجاميتي والتوزيع
الزايغوتي تقروا، واذا عندكم اي سؤال عليه ما واضح انا يعني ممكن اشرح لكم اياه، وايضا التكمله مالته شلون نحسبه وبعدين نطلع مربع كاي. احنا شوي العجل الوقت على مود نستعجل بالمحاضره حتى لان الماده بعتها على اولها والوقت قصير. شلون نحسب مربع كاي اللي هو كاي سكوير اللي نبين به هل هي معنويه او غير معنويه بالنسبه لي تكرار الجين، او عفوا تبين لي هل هي العشيره متزنه او غير متزنه حسب قاعده هاردي واينبرغ. هسه ما هو شلون تكون العشيره متوازنه او غير متوازنه نعرفها. الشرط الاول للاتزان ان يكون الخليط اللي هو كابيتال اي سمول اكثر من 50%. الشرط الثاني يكون مربع الخليط مساوي لاربعه اضعاف حاصل ضرب التركيبين الوراثيين النقيين، يعني مربع كابيتال اي سمول اي يساوي لاربعه في كابيتال اي كابيتال اي في سمول اي سمول اي. هذه يعني للاطلاع. سؤال 25 يقول ما هو الفرق بين الفيكست موديل والراندوم موديل؟ الفيكست موديل الثابت والراندوم هو العشوائي. الفيكست موديل اقصد به النموذج الرياضي اللي من خلاله ندرس تاثير عوامل ثابته. عوامل ثابته، ما هي العوامل الثابته اللي عندي؟ مثل ايش يعني؟ مثل نوع الولاده، جنس المولود، موسم الولاده، السلاله. هسه ان شاء الله كلها راح اذا درستوها دخلتوا بالبحث راح تشوفون هاي العوامل شلون تاثيرها، وراح ندخلها كعوامل فيكست موديل اللي هي قلنا مثل ما قلنا نوع الولاده، جنس المولود، موسم الولاده، السلاله وغيرها من العوامل، العمر. فهنا هذه العوامل سميتها فيكست لان تاثيرها ممكن التنبؤ به بالنتائج مالتها مسبقا، الا اننا نطبق النموذج لسببين. يعني انا هذه العوامل مو جديد علي انه انا اعرف تاثيرها، مثلا نوع الولاده مفرد او توأم بالنسبه للوزن، انا اعرف انه الولادات التوأميه مثلا اوزانها عند الولاده تكون قليله، بينما الولاده الفرديه تكون الوزن عند الولاده اعلى، هذا معروفه. جنس المولود الذكور ايضا اعلى وزنا من الاناث، ايضا معروفه. موسم الولاده يعني الولاده الاولى، الثانيه، الثالثه، اكو فروقات معنويه ومعروفه نتائجها، وكذلك السلالات، اكو سلاله افضل من سلاله، اعرف تاثيرها. اذا ليش نطبق النموذج الرياضي؟ لأجل المقارنة بين المتوسطات لمستويات كل عامل، لأجل المقارنة بين المتوسطات لمستويات كل عامل. هذا سبب أنه ليش نطبق الفيكست موديل. السبب الأول. السبب الثاني التعديل لتأثير هذه العوامل شي يسوي لي؟ يزيد لي من دقة تقدير مكونات التباين اللي تستعمل لتقدير المعالم الوراثية اللي هنا بالراندم راح نجيها. مكونات تقدير مكونات التباين اللي احتاجها حتى احسب المكافئ الوراثي، احسب الارتباطات الوراثيه، المعامل التكراري، احتاج احسبها واشوف من اعدل لهذه العوامل حتى وان لم تدخل في النتائج مالتي، من اعدلها وادخلها يعني كانه حسبت تاثيرها من ضمن التاثيرات على النتائج مالتي، وبالتالي ممكن اعزي او اطلع ايش قد تاثير الوراثه بالنسبه لهذه العوامل. فإذا أعدل لهذه العوامل حتى تكون النتائج اللي تطلع عندي في حساب مكونات التباين تكون أكثر دقة. لو ما أعدلها لا تكون النتائج غير دقيقة وأيضا ممكن تطلع بالسالب وغير صحيحة. الراندوم موديل اللي هو النموذج الرياضي العشوائي مثل ما قلنا يستعمل لتقدير مكونات التباين لتقدير المعالم الوراثية، مثل إيش؟ كافئ الوراثي، المعامل التكراري، الارتباط الوراثي والمظهري بين الصفات. وهنا مثل ما قلنا هنا قلنا نستطيع التنبؤ بالنتائج في حالة الفيكست موديل، لكن هنا لا نستطيع التنبؤ بالنتائج مسبقا مثل دراسة تأثير الأب أو الأم. ما نقدر نعرف إلى تأثير أو ما إلى تأثير، تختلف بين من سلالة إلى أخرى، من مجموعة وراثية إلى مجموعة وراثية أخرى، من نوع إلى نوع. فهذه سميتها بالراندوم لأن مستحيل أنه تثبت، ساعة تكون مؤثرة، ساعة تكون غير مؤثرة، ساعة تكون سالبة، ساعة تكون موجبة وهكذا. فلا نستطيع التنبؤ بالنتائج ولذلك سميناها بالراندوم موديل. سؤال 26 أسباب ظاهرة البلاتو أو الهضبة الانتخابية في بعض القطعان. ظاهرة البلاتو تعني بأن الإداء أو الانتاج بعد أن وصل إلى مستوى عالي عندها يتوقف أو يتذبذب بوقت مبكر، ولهذا أسباب. يعني شنو؟ يعني عندي سويت انتخاب لأحد القطعان اللي عنده وبدأ يزداد بالإنتاج، يزداد بالإنتاج إلى أن وصل إلى مرحلة من الإنتاج، مستوى عالي جدا من الإنتاج، وراها توقف، بديت أنا أستخدم تضريب وأستمر بالإنتخاب لكن المستوى أشوفه بقى ثابت أو بدأ ينحدر نوعا ما.
يتذبذب، صاعد شوية نازل شوية ويبدي ينزل. لماذا هذا يصير؟ يعني ليش دا يصير عندي الهضبة الانتخابية تبدي تتذبذب؟ أول شيء التقاء جينات مرغوبة بأخرى غير مرغوبة، التقاء جينات مرغوبة بأخرى غير مرغوبة، هذا يؤدي لي إلى نتيجة التضريب أكثر من جيل، تظهر عندي جينات مرغوبة بأخرى غير مرغوبة، أو لا ارتباط جينات غير مرغوبة مع بعضها أيضا، أكو جينات ومرتبطة مع جينات غير مرغوبة ظهرت عندي، وظهرت هذه لأن مرتبطة وياها أيضا أدى لي إلى انخفاض الإنتاج أو توقفه عن مستوى معين. سبب آخر حصول تثبيت فيكست لكل الجينات المرغوبة، عندها ينعدم التباين ذات الأثر التجمعي. كل الجينات المرغوبة جيل بعد جيل جيل بعد جيل تم تثبيتها، وبالتالي ما عندي بعد جينات مرغوبة ممكن تظهر عندي، فثبتت ووصلت إلى الهضبة الانتخابية اللي هي أعلى ما يكون بالانتخاب. السبب الأخير اللي قبل الأخير، الانتخاب الموجه الذي يقوم به المربي. شنو يعني انتخاب موجه الذي يقوم به المربي؟ يعني استمرار في انتخاب صفة معينة لفترة طويلة، أركز على صفة واحدة لفترة طويلة، هذا أسميه بالانتخاب الموجه، يؤدي لي إلى حصول ظاهرة البلاتو أو الهضبة الانتخابية. والسبب الرابع والأخير هو التفاعل بين البيئة والوراثة في حالة عدم التوافق، التفاعل بين البيئة والوراثة في حالة عدم التوافق، يعني أكو تفاعل عندي بين البيئة والوراثة، ممكن لما أصل إلى تلك المرحلة يكون تأثيره سلبي وأدى لي إلى انخفاض أو ثبوت الانتخاب عند مستوى معين. سؤال 27 هذا عليكم قانونين، من الأول والثاني تعرفون أنتم، القانون الأول والمنطوق مالته والقانون الثاني والمنطوق مالته، وأيضا الفرق بين الانقسام الاختزالي والخيطي، وين يحدث وكيف يحدث، وما هو عدد الكروموسومات. هذا سؤال 28، ونوصل إلى سؤال 29 ونتوقف لهذا الأسبوع، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم سؤال 29 راح نتكلم عن الانتخاب وأنواع الانتخاب بالتفصيل. شكرا لكم طلبتنا الأعزاء، ولا محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى.